السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل تدريبات عامة على الدرس الخامس والسادس من كتاب المعاصر صفحة رقم 55. تمام، هنبدأ طبعا السؤال الأول اللي هو بيقول لي listen and complete، فمفيش مشكلة listening ده ممكن يعني نتجاوز عنه. نبدأ بالسؤال التاني اللي هو الدايلوج. بيقول لي هنا complete the following dialogue: Sally is asking Reham about her favorite sport. يبقى المحادثة ما بين سالي وريهام، سالي بتسأل ريهام عن رياضتها المفضلة، فبتقول لها ايه؟ What are you doing Reham? What are you doing Reham? انت بتعملي ايه يا ريهام؟ فريهام جاوبت وقالت لها، فسالي سألتها تاني What is the article about؟ يعني بتقول لها المقالة دي عن ايه؟ فبتقول لها What is the article about؟ يبقى إذا هنا في الانسرز هنجاوب نقولهم إيه؟ يبقى هنا بتقول لها What are you doing Reham؟ فطبعا Reham هنا هتقول لها I am reading a sorry أيوة. يبقى What are you doing؟ هتقول لها I am sorry يا جماعة، هتقول لها I am هتقول لها I am a reading I am reading an article، يعني أنا بقرأ مقالة. I'm reading an I am reading an article. طب ليه قلناها I am reading an article؟ عشان هي هنا قالت What is the article about؟ يعني ايه المقالة دي عن ايه؟ يبقى هي سألتها أنا بقرأ مقالة، فقالت لها طب المقالة دي عن ايه؟ هتقول لها المقالة دي عن ايه؟ فقالت لها Great I like sports. كده واضحة اهو، قالت لها كويس قوي انا بحب الرياضة. يبقى اذا هنا ال questions هيبقى it's about sports. يبقى what is it about؟ يبقى هنقولهم it's about sports. يبقى it's about a sports، يبقى هي عن الرياضة. فقالت لها Great عظيم I like sports. جت سالي سألة تاني، فقالت لها my favorite sport is tennis، رياضتي المفضلة هي التنس. يبقى أكيد هي قالت لها ايه؟ هتقول لها what's your favorite sport، يعني ايه رياضتك المفضلة. يبقى هنا what's your favorite what's your favorite sport what's your favorite sport، ايه رياضتك المفضلة؟ قالت لها هي التنس. فجت سالي سأل سؤال تاني، فريهام قالت لها I started playing it at the age of 7. انا بدأت العب، يعني العب الرياضة دي وانا في عمر كام؟ 7 سنوات. يبقى هي هتقول لها When did you start playing it؟ يبقى امتى انت بدأت تلعب اللعبة دي؟ امتى تبقى When did you start playing it؟ تمام كده، يبقى انتوا بدأتوا تلعبوها امتى؟ When did you start playing it؟ قالت لها I started playing it at the age of 7. فقالت لها How often do you practice it؟ يعني انت بتمارسيها كم مرة؟ طبعا هتقول لها I practice it مثلا على حسب بقى، ممكن مرتين او ثلاثة. فهنا هنقولهم I practice it مثلا 3 times a week twice a week على حسب يعني. يبقى هنا ممكن نقولهم I practice it twice a week. يبقى انا بمارسها مرتين في الاسبوع، 3 مرات، براحتك بقى. طيب هنا السؤال الثالث بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, I enjoyed the A to Aswan and Luxor last winter. I enjoyed the test الاختبار ولا journey رحلة ولا dream حلم ولا competition منافسة. أكيد الإجابة هنا هتكون اللي هي journey. يبقى هنا هتبقى journey. Okay. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى journey. I enjoyed the A
I enjoyed the journey. تمام. Number two, don't give up. لا تيأس. Try to achieve your walls. الحوائط أو الجدران. ولا games اللعب. ولا pictures الصور. ولا dreams الأحلام. طبعا هنا don't give up. لا تيأس. Try to achieve your dreams. حاول تحقق أحلامك. طيب. Number three. Good teachers اللي هم المعلمين الجيدين have the A to explain hard things clearly. يبقى good teachers have the المعلمين الجيدين لديهم A لشرح الأشياء الصعبة بوضوح. يبقى هل هم لديهم talent موهبة ولا bridge كوبري ولا court فناء أو محكمة ولا storm عاصفة؟ طبعا هيبقى عندهم التالنت اللي هي الموهبة. يبقى المعلمين هنا عندهم المعلمين اللي عندهم موهبة بيقدروا يشرحوا الأشياء الصعبة بوضوح. Number four, we didn't A but we had fun. يعني عايز أقول we didn't wins بالS. طبعا didn't ما بيجيش بعدها اللي فيه الS. طب يجي بعدها past اللي هي one. لا طبعا ما ينفعش. طب ing winning no. تبقى الإجابة when المين verb. طيب number five, you can a great success if you work hard. طبعا تقدر a great success نجاح عظيم if you work hard لو عملت بجد. You can lose تخسر النجاح ده ولا you can achieve ولا تقدر تحقق النجاح ده ولا you can remember تقدر تتذكر النجاح ده ولا you can break great success. طبعا الإجابة هتبقى you can achieve great success if you work hard. تقدر تحقق نجاح كبير if you work hard لو عملت بإيه بجد. نيجي للسؤال السادس. How did you meet your friends? Sometimes on weekends. يبقى هنا طبعا how. How much يعني لا طبعا لأن how much بسأل بيها عن الكمية أو السعر. How long did you meet your friends؟ فهنا هو جاوب أصلا ب sometimes يعني أحيانا. فده بنسميه adverbs of frequency يعني ظرف من ظروف التكرار. هل أنا ينفع أستخدم مع ظروف التكرار long؟ لا. طب often ولا high؟ high يعني how high يعني كام الارتفاع. فطبعا ما تنفعش مفيش ارتفاع هنا. يبقى هنا عشان في ظرف من ظروف التكرار اللي هو sometimes فبسأل عنها ب how often يعني كم مرة أنت بتقابل أصحابك. قال sometimes أحيانا. طيب نيجي question number 7. Are the people you play against in a competition اللي انت بتلعب قصادهم او ضدهم في المنافسة athletes رياضيين ولا opponents المنافسين ولا coaches المدربين ولا sports people الناس الرياضيين؟ طبعا الathletes لا انت مش هت الathletes اللي هم كل الرياضيين ضدك. لا طبعا اكيد لا. لكن الopponents اللي هم المنافسون هم دولت اللي هيكونوا ضدك. Don't let A stop you from achieving your dreams. ما تسمحش لA إنك تحقق أحلامك. Don't let goals. ما تسمحش الأهداف إن هي توقفك من تحقيق أحلامك. ولا don't let success ولا ما تسمحش للنجاح إنه يوقفك من تحقيق أحلامك. ولا achievements الإنجازات ولا difficulties الصعوبات. طبعا تبقى الصعوبات. ما تسمحش للصعوبات إن هي توقفك من تحقيق أحلامك. نيجي لنمبر 9. What A Hannah achieved in 2002. يبقى what يبقى هنا هنقولهم sorry. يبقى هنا هل دو لا ده احنا بنتكلم على حاجة في الباست سنة 2022 واحنا في 2024 او 2025 ففي الحالة دي هتبقى الجملة past. Does لا does present. Do does present. To doing present continuous. يبقى مفيش غير did. يبقى الإجابة what did Hannah achieve. يبقى الإجابة بتاعتنا هي what did Hannah achieve in 2022. حققت ايه في 2022. نيجي لquestion number 10. My team will play the other school team next week. يبقى my team will play to the other school team يعني عايز اقول ان الفريق بتاعي هيلعب الفريق الاخر. تبقى هي play against يلعب ايه ضده. طيب نيجي question number 4. هنا بيقول لي
did you A achieved your dreams in life؟ طبعا ده غلط، لأن did بيجي بعدها المين فيرب achieve بس من غير ed، يبقى الخطأ في استخدام ال ed تبقى achieve. نيجي لنمبر 2، he always excited when he read about famous people، يبقى he always A. طبعا الإجابة هتبقى he always excited، احنا بنتكلم في الباست، تبقى هتكون الإجابة felt، يبقى he always felt excited، يعني هو دايما، يعني هو عايز يقول ان هو دايما كان بيشعر بكذا، فهي باست. طب هنا بيقول لي how many did you play sports twice a week؟ طبعا احنا عارفين twice a week مرتين في الأسبوع، ده تعتبر يعني من ظروف التكرار، فعشان كده المفروض هنسأل ب how often، how often، تمام كده. question number 4، he emails to his friends، احنا قلنا هنا في ظرف من ظروف التكرار، وقلنا ان في ظروف التكرار ظرف التكرار الاول بيجي وبعد كده الفيرب، يبقى هنا هنقولهم he usually a sent، تمام كده، يبقى ظرف التكرار الاول وبعد كده المين فيرب. طيب هنا بيقول لي بقى match the short forms with their long forms، هنوصل الشورت فورم باللونج فورم، تمام. خلينا نبدأ كده. number 1، انا عندي كلمة دي معناها ايه؟ talk to you soon، اهيت، يبقى اذا دي هتبقى talk to you soon. طب LOL معناها laughing out loud، اللي هو الضحك بصوت عالي. طب see you، عايز اقول لكم مفيش ليها وما تنفعش a very ولا thanks، ملهاش علاقة، فاذا ده خطأ في الكتاب، الكتاب ما حطش الاجابة see you دي اصلا، اللي هي معناها see you اللي هي كده see you، فده خطأ في الكتاب، معلش هما ما حطوهاش، ولذلك احنا هنا هنقولهم ان الخطأ اللي في الكتاب ده هنتداركه، ان احنا هنقولهم see you اللي هي يقصد بيها دي see you. طيب btw اللي هي by the way اللي هي دي هتبقى by the way اللي هي number b اسمها by the way، تمام كده، يبقى ديت اللي هي by a by the way. الاختصارات دي بنستخدمها لما نكتب ايميل غير رسمي او نكتب اي موضوع بصفة غير رسمية. السؤال السادس اللي هو writing a biography about a sports star، هنكتب biography يعني سيرة ذاتية عن شخص، زي مثلا محمد صلاح، محمد النني، زيزو، اي حد من الايه من اللاعبين اللي هم جيدين دولت، نكتب عنه بايوجرافي، وممكن تبعتوها لي في الكومنتس، او ان شاء الله زي ما قلت لكم هنعمل جروب واتساب ونشوف شغلكم باذن الله. if you have any question please write in the comment، لو في اي سؤال اسألهم، انا تحت امركم في اي وقت. الى اللقاء.